ربي بالنسبه للحلقوم هذا بتاع سيدي عبد السلام، اي تصور الجماعه وقفت عليه وعطات الموافقه باش يتعدى حتى مساعده، ما همش ناس مشيتنين معناها شده لدرجه تحكيوا معناها حكيت بها بعض الناس، فهمتني؟ هذوما ناس اللوك بيقول العربي والحكايه يمشي للبحر، اختار قصر اقرب بلاصه لها هي صيادة، دونك تعدى الحقوق من صيادة. بقينا شنو هو؟ المسؤوليات بتاع الناس وقلة الوعي بتاع المواطنين هي اللي خلات الشيء هذا يتكثر بشوية بشوية. عندنا الزيدية في طريق الحقوق وعلى في شو اسمه في القرعية. قاعدين رابطين لوحات شو اسمه الناس نتاعهم راهو في وسط الحقوق. وعندنا الأسماء نتاعهم البعض يجيب لك يقول لك اسمه فلان الفلاني وراهو ورينا يحفروا في وسط المقبل الحقوق معناها ايماجين. الحقوم بدون ارمي يفرقوا ويعدي فيه الحقوم نتاعه ويوصل حتى للبحر، فهمتني؟ معناها هي قلة وعي اكثر من اقل، نحاولوا نتبعوا بشويه بشويه الخبر، نبداو من صياده بعدين يوصلوا في القصر هذا، اما مش قول لي نسكروه كومبليتمون باش يتعبى بالماء وباش يتعشق علينا، هو ذاك هو الواحد تو، معناها بشويه بشويه نوصلوا لحد وكا هو، السلام عليكم.